في روسيا يفتخرون بك. دانيال ميدفيديف يوقع على أول انتصار بسهولة في بطولة لوس كابوس المكسيكية للتنس. المصنف الأول عبر العالم نجح في العبور إلى محطة دور الثمانية بعد لقاء لعبه ضد الأسترالي رينكي هيجيكاتا. قوة، حكمة وتركيز أعطت البطل الروسي الفوز في مجموعتين دون مقابل، تفاصيلهما 6-4 و6-3. فوز دانيال هذا سيعطيه القوة والحماس كي يواصل التألق وصناعة اسمه بأحرف من ألماس في عالم الكرة الصفراء، كيف لا وهو في سن 26 من عمره الآن، متربعا على ترتيب لعبة الجمهور الهادئ. بطولة كابوس في المكسيك أسعدت البريطاني كاميرون نوري أيضا، الذي نجح في التغلب على التايلاندي تشون تسينغ بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-3 و6-0. بمهارة وشطارة، وهذه إحدى الكرات الرائعة من فوز البريطاني.